الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار عياذا بالله. أحبتي، وكما نعيش ونرى، ومضى رمضان، مضى موسم لا مثيل له، ومضى أياما معدودات من قبل ما يدخل، ونحن نعلم أنها أياما معدودات، سرعان ما تمر تعد، ومضى بكل ما فيه من خير. شهر مبارك كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من وقفة، أنظر، أتأمل، ماذا استفدت؟ ماذا حققت؟ التاجر اللي ما بيعملش حسابات ما يعرفش، بيكسب بيخسر، بيتقدم بيتأخر، تنفع ما تنفعش، ده تايه. هي دي الغفلة يا جماعة. ولذلك كده أقف فأقول، جاء رمضان فماذا أو فكيف وجدك؟ لما دخل رمضان عليك كيف كان استقبالك له؟ في ناس كانت همة عالية، كان استقباله من البداية للنهاية بنفس القوة، بنفس العبادة، بنفس الهمة، بنفس النشاط، بنفس الدفعة المعنوية الإيمانية القوية. وفي 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 لغاية ما في ما حسش إن جه رمضان. ثم مضى فكيف تركك؟ دخل عليك رمضان وخرج، ماذا كنت وكيف أصبحت؟ زدت أم توقفت أم نقصت؟ هل تستشعر الفوز برمضان؟ هل تستشعر العتق من النيران؟ هل تستشعر كمية الحسنات والأبواب اللي كانت مفتحة؟ ولا كنت قافل؟ كنت مغلق؟ استشعرت معاني البركة ولا الثانية والعياذ بالله فأبعده الله؟ خاب وخسر. اللحظة اللي انت انتهيت وعرفت بهلال شوال، المعدل الإيماني، مراد الله منك في رمضان تحقيق التقوى، لعلكم تتقون. ماذا حققت؟ تعطي لنفسك كام؟ والتقوى في كلمة واحدة انك تخاف من ربنا. حجم خوفك من ربنا قد ايه؟ كان نسبته ايه وصارت نسبته ايه؟
مع كل الخيرات والعطايا والهبات والكنوز والغنائم والمنح والعطايا جمعت قد ايه؟ ارتفاع معدل الايمان ده خلى حالك ايه بعد رمضان؟ يقول ابن الجوزي في تلبيس ابليس قال والقلب كالحصن، والقلب كالحصن والشياطين تجول حوله تنتظر غفلة من الحارس، فينبغي للحارس ألا يفطر. شياطين تتحين الفرصة بالليل بالنهار وانت لوحدك وانت مع الناس في حالة فرح في حالة غضب لتجثم على قلبك، سيطر عليك تحركك، يبقى الرموت بتاع قلبك في يدها. شياطين لا تفطر لا تتوقف، فينبغي للحارس ألا يفطر. منتظرين له كده سقطة غفلة. ولذلك كانوا يسعون لصلاح قلوبهم. شوف يا أخي القلب الأصل فيه على الفطرة على الطبيعة، وانت تسعى في تنقيته من اي شائبة. القلب له منافذ الخير اليه، تدخل الخير، فكلما عصى فتح باب للشر. الشر ده تغلق منافذ الخير لغاية ما تعمل طبقة فيقسو القلب فيصير كالحجارة او اشد قسوة. شوف يا اخي احنا زي ما اتفقنا من قبل رمضان شغلتك على قلبك انك تسلمه انه يسلم انك تحافظ عليه. القلب بيحوى حاجتين، عبادات قلبية وفي امراض قلبية. فرمضان دورة تدريبية مكثفة ورشة اصلاح. تخيل يا اخي كده تودي سيارتك للميكانيكي شهر كامل قاعد شغال فيها بالليل وبالنهار، وانت عايز تشوف بقى تطلع بعد الشهر ده بالنهار صيام وبالليل قيام ودائما قرآن مع ذكر مع استغفار مع صدقة مع شمط مع زكاة فطر مع اعتكاف مع تراويح مع تهجد. تخيل كمية الشغل، كل الورشة شغالة على عربيتك على قلبك. حلو ايه بعد رمضان نستكشفه كده وانت رايح تصلي العيد؟ والله اذهل اتعجب يا اخي كمية المعاصي والذنوب اللي ترتكب في صلاة العيد، كمية التبرج والصفور والاختلاط والاغاني والضحكات والنكات والسخرية والاستهزاء واللعب على الطريق واذية الخلق. هو في ايه؟ ايه اللي انتوا بتعملوا ده؟ انا لا انسى ابدا كان في جنازة من سنة او من سنتين يوم العيد، صلينا العيد ورحنا الجنازة، والله لو انا رايح منتزه حديقة رايح لسيرك حديقة حيوان رايح لمسبح رايح لشاطئ قد يكون اخف واهون مما تراه من حال الناس في المقابر. اكن العربية الشغل عليها شهر الورشة كاملة شغالة، ما تطلعهاش من باب الورشة تعطل قدام الباب. انت دخلت محطة التزود، انت عبيت وقود مفروض تنطلق، ايه الغفلة دي؟ دخل وخرج بدون ما يعبي. ما هو الايمان لما يزداد الطاعة تزداد المعصية تقل، لما تلاقي معدل المعصية يزداد والايمان ينقص يبقى الواحد كان ماشي غلط، لازم تقف. انا اتعجب والله يا اخي
ربه النبي. ده انا مش هكلمك عن النبي، اللي تحت ايدين النبي. تخيل ابو بكر كده وهو يقول وددت اني شعرة في جنب مؤمن، ليتني شجرة تعبد. اللي كانت الكلمة تسقط في الارض، اللي كان لا يستطيع ان يقرأ القرآن من خشيته لله ابو بكر، عمر الفاروق، الآية تسقطه مريضا، عثمان يأتي المقبرة لا يتوقف عن البكاء، علي دائم البكاء، ابن عباس خطان اسودان يجريان من كثرة البكاء. الناس دي في سنن الترمذي في قول الله تبارك وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة قالت عائشة يا رسول الله أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون ويزنون؟ قال لا يا ابنة الصديق، بل هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون، أولئك يسارعون في الخيرات. يا أخي سبحان الله، ابن القيم يعقب يقول انظر لحال أهل الإيمان، جمعوا إحسانا وخوفا. حال الصحابة في غاية الإحسان وغاية الخوف. ابن القيم العالم الزاهد العابد الورع في زمانه يقول فما أقول عن نفسي وعن زماني، أنا أقول إيه؟ ماذا أقول اليوم وأنا أصف حال الناس في صلاة العيد وأحوال الناس يوم العيد غربة شوال، سيب الصيام من ساعتين، سيب الاعتكاف، كان بيصلي طول الليل، المصحف ده يتوقف على الختمات. انت بتكافئ نفسك بكمية المعصية دي ازاي؟ اي قلب؟ انت استمتعت بالعبادة؟ انت قلبك حقق الخشية والخوف؟ العبادات القلبية، رمضان ورشة لإيجاد العبادات الإيمانية القلبية، تعيش كده الإخلاص وتقعد تستحضرها وتذكرها، تستحضرها وتذكرها وتتعلمها إلى أن تموت، إلى أن تموت. ولو غفلت عنها لحظة فسد قلبك. وهذا معنى عند السلف الصالح تجديد الإيمان، وتجديد الإيمان دايما محاسب، مرهف الحس دايما. وشوف يا أخي سبحان الله، دايما ينسوا حسناتهم وطاعتهم، يجعلوها خلف ظهورهم فلا يروها، ويجعل دايما أمامه الذنوب والمعاصي والأخطاء اللي ارتكبها. ولذلك شوف غاية الإحسان يا جماعة، غاية الإحسان وهو واصل بقى لآخر الشهر وهو ينتظر ليلة القدر وهو في قمة العبادة أقصى أمانيه، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. شفت أقصى أمانيه؟ لأنه مستشعر أخطاءه، القلب حي، القلب سليم، القلب قاعد يطلع اي شر اي اذى اي سوء فشايفه عايز يخلص منه، قاعد يصلي طول الليل ومش واخد باله، القرآن ما بيوقفش وما بيسكرش، هكذا كانوا. لقلبه يرى عبادته ولسانه شغال به. قالت لي بعض الناس احنا عملنا ختمتين وقرأنا مش عارف كم جزء وكان المسجد مليان على الاخر وفي الافطار كنا بنعمل كذا وسوينا كذا، انت قاعد تقول ايه؟ انت بتقول لمين؟ انت منتظر ايه؟ حتى لو هو بيظهر نعمة ربنا وفضله عليه، الاصل انك انت تخفي اعمالك الصالحة، هو مش واخد باله منها اصلا.
شفت سلامة القلب دي يا جماعة؟ شفت سلامة الصدر دي؟ اتعجب والله لما لقي امام المؤمنين عمر بن الخطاب جابر بن عبد الله. جابر شخصية ضخمة، شخصية فخمة، شخصية من المكثرين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حياته في الاسم، صحابي ابن صحابي، حاجة ملهاش زي. فأخفى شيئا في ثيابه. عمر، عمر قال ماذا يا جم انت في ايه؟ اتلخبط لما شاف عمر. واحد تلاقيه في قمة المعصية وينظر لك بمنتهى البجاحة، تلاقيها ماشية فردة سدناها على الناس كده وبمنتهى القسوة وبالنظرة المليئة بالجرأة، ويا ويلك لو بصيت بصة او كلمت او علقت يمسح بك البلاط وتجد من يقف معها. ولك ايه يا اخي ده احنا في عيد، سيب الناس تفرح، ده ليلة العمر وتقضى هذه الاوقات هكذا. ولم نزدد من الله الا بعد، ولم تزدد الحياة الا شقاء والعياذ بالله. ماذا اجاب؟ قال يا امير المؤمنين، يا امير المؤمنين، لحم اشتريته بدرهم للصبيان والنساء. شوف جايبينه ايه من باب ايه؟ باب رحمة يعني كده. اشتهيت فاشتريت. شوفوا له ايه؟ اما تخاف يا جابر قول الله اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ افكلما اشتهيت اشتريت، فمتى تتعلم الصبر؟ او كلما خلوت عصيت، فمتى تتعلم التقوى؟ افكلما تركت عصيت، فمتى تبدأ التوبة؟ معلش تاني، خلينا معلش، انا بكلم نفسي والله، لان انا والله ما قواني على هذا الكلام الا قول عمر بن عبد العزيز وهو يخطب في الناس وعاد يذكرهم في الموعظة، قال والله ما اعلم احدا اكثر ذنوبا من نفسي، ولكني استغفر الله واتوب اليه. هي دي التقوى، هذا مراد الله منك. يقول ابن عمر التقوى الا ترى احدا افضل منك. شوف واحد، شوف نفسك اقل واحد، اعصى واحد، اشقى واحد، ابعد واحد، انت كده؟ ده الواحد بيبقى كده وهو نفسه افضل الناس. انا من تأثر بالكلام رجعت للآية. هي الآية دي فين؟ ليه ده جزء من آية رقم 20 في سورة الأحقاف. بس هي يا عمر، وأكيد هو فاهم الكلام، وأكيد جابر عارف الكلام، الآية فيها بداية مختلفة ونهاية مختلفة، لكن هو الخوف يا جماعة، الخشية يا جماعة، الإنابة يا جماعة، العبادات القلبية لما تكون في أعلى معدلاتها. والله تبارك وتعالى يقول ويوم يعرض الذين كفروا على النار. طب احنا اهل ايمان، الخطاب مش لنا، لكن اهل الخوف، اهل النظر، اهل الفكر. ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. طب جابر ماله مال الايه دي؟ ده هو في الجهه الثانيه خالص. ولكن بقى شوف يا اخي، انت متخيل من الخوف من ربنا، كل ما تزداد علم تزداد خوف، وكل ما تزداد طاعة تزداد رعب ان هو ربنا لا يقبلها منك، وتقعد تحسنها وتجودها زي الصنايع الماهر اللي في ايده شغلانة وما عندوش حاجة تانية ومش مشغول،
قاعد يدقق فيها ويعد فيها النظر ويضبطها ويصلحها ويأفلطها ويزبطها بمزاج. هو ده أهل الإيمان. أهل الإيمان حالهم هكذا، قاعد ينظر في قلبه ويزيل منه أي إزعاج أي شائبة. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. طب هو عمل ايه؟ طب ايه الغلط اللي عمله؟ ده هو النبي صلى الله عليه وسلم قال دينار تنفقه على اهلك، دينار تتصدق به، دينار تنفقه في سبيل الله احبها الى الله الذي تنفقه على اهلك. ده ما جابلهمش حاجة غلط ولا حاجة عيب. شفت الايمان لما يرتفع يا جماعة يخاف من المباح، يخاف من الحلال، اكيد بينه وبين المعصية مسافات. ابو جابر عبد الله بن حرام، شوف هو مين ابن مين، اتكلم مع ربنا مباشرة، شهيد. لما بكاه جابر قال ابكيه او لا تبكيه، لا زالت الملائكة تظله باجنحتها حتى رفعته الى السماء. يا جابر ان الله كلم اباك الان كفاحا، كان بيتكلم مع ربنا الوقت مباشرة. ايه العمل ده؟ ايه الايمان ده؟ ايه القلب ده؟ سفيان بن عبد الله الثقفي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله سؤالا، سؤال خطير مظبطه ومات، مش كلام في الفاضي. سألوا سؤال من 10 كلمات، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي رواية غيرك. قل لي في الإسلام قولا، أنا عايز حاجة فصل. النبي أوتي جوامع الكلم، استغل الفرصة انتهزها. لازم تبقى موفق في التعامل مع الله، مش هقول ذكي، مش هقول تحسن استغلال، بس حريص ان ربنا يكرمك، ان ربنا يوفقك، ان ربنا ياخد بايدك للخير. عشان كده الجهة التانية قال رغم انفه ابعده الله. ايه الراجل ده؟ كل الخير ده وما يستفدش، كل الخير ده ويطلع حصان. تخيل كده واحد راح السوق ولا واحد تاجر قاعد يوزع البضاعة ببلاش، يقول اللي عايز يشيل منها يشيل او باقل الاثمان او فرصة لا تعوض، وانت تفضل واقف كده. انا اسف يعني، طب ده اهبل ده ولا عبيط ولا دولة نبلة سلطان ولا ايه ده؟ ايه ده؟ لغاية ما السوق انفض. هو كان في ايه؟ كان في ايه؟ يعني ايه كان في ايه؟ معاك عقل؟ معاك فكر؟ امال انا شايفك بتجري على الماتشات بمنتهى القوة ليه؟ المقاطع والافلام والمسلسلات والمسرحيات والبرامج والحاجات دي، الدنيا حتى اللي بيحسبك المعاصي، شغال في الدنيا بيدك واسنانك وهي على الطعم الاهبل ليه؟ عامل عبيط ليه؟ عامل مش فاهم ليه؟ ازاي تضيع الخير ده؟ ومن عرف المردود سهل عليه المجهود. لو علم قيمة ما يصنع لأنفق فيه كل أنفاسه. تخيل انت كده لما واحد بحجم عمر، واحد بحجم الصديق، يبقى خايف من عذاب الله وعقابه، حياته كلها دين. ده احنا بندرس سيرته كلها دين. جمع احسانا وخشية، والمنافق جمع اساءة وامنا، فاياك ان تكون هكذا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد
ارض اللهم عن صحابته أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك وجودك وامتنانك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فلا وصية أجمع ولا أشمل ولا أجمل من أن نتواصى بتقوى الله. أوصى الله عز وجل جميع الخلق، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ما من نبي إلا وأوصى بها قوم أن اعبدوا الله واتقوه، وخاطب ربنا نبينا اتق الله، وعلامة الشقاء وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. فاللهم اجعلنا من المتقين، وأنت تقولها وتؤمن عليها استشعر معناها. الراجل جاي مركز جدا، عارف هو رايح لمين، هيقول ايه، ومنتظر الجواب. قل لي في الاسلام قولا، همه عاليه والله، استغلال الفرص. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم مش هيطول معاك، انت الان تصل اليه، بعد شويه لم تصل. الموضوع ده وهم مع النبي كان القلوب مليئة بالفرح برؤيته والحزن على فقده، حزنانين على فقده قبل ان يفتقدوه. تخيل الى اي درجة تصل المحبة ويد التقوى يا جماعة، ان يطلع الله على قلبك فلا يرى فيه احدا غيره، قلبك يبقى فيه ربنا وبس، دي عبادة السر. ان السر عندك والعلانية سواء. ودائما اكرر لك قول القائل، لما خلى بامرأة قال يا امرأة لا يرانا الا الكواكب، انا وانت والحب تلاتنا، انا وانت وبس. فقالت اتق الله، فان كان لا يرانا الا الكواكب فاين مكوكبها؟ الرقيب، الرقيب المطلع عليك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. السر والعلانية عنده سواء، ويوم القيامة تبلى السرائر فضايح، ما عادش مستخبي، كل شيء يظهر ويتضح، وتفضح الخلائق، وتجث الأمم على الركب، ويتحسر الناس حسرات. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. موضوع مش سهل والله، هما مستسلموا ازاي؟ الموضوع صعب والله، لازم تسهله هنا، لازم تحله هنا. ده الواحد لما بيبقى رايح المصيف والبيت بيته والمحلات هناك والدليفري بيجي لك لغايه البيت، بتقعد تجهز اغراض وتاخد حاجات وتشيل شيل معاك. كان معانا ناس في الاعتكاف جايبين شنط كبيره كده، بقول لهم يا اولاد بنات كده، بقول لهم امال انتوا رايحين بيت الزواج بقى هتشيلوا ايه؟ انت رايح للقيامه عايز معاك ايه؟ حياتنا اللي بنقضيها في الاكل والشرب والحياه والمال والاهل وكذا هيرجع وهيسيبك، يتبع الميت ثلاث، فيرجع اثنان ويبقى الثالث، يرجع اهله وماله. اللي هي حياتنا اللي هنقضي فيها اوقاتنا، اللي مرات بنكذب ومرات بنغش ومرات بنتشاكل ومرات بنضيع صلوات ومرات عشان الاهل والمال، هيرجع وهيسيبك وهتبقى في حسرة، تبقى وحيدا فريدا. العمل هيصور انسان معاك يبقى كده اما حاجة كويسة، رجل صالح حسن الوجه حسن الثياب طيب الرائحة، انا عملك دي ريحة صلاتك، دي شكل عبادتك، زبطها رتبها،
هيبقى مات في القبر. واحنا بندفن وقية امس الساعة 12 ونص بالليل، يعني انا ما كنتش مرتب كلام ولا احب الكلام عن المقابر، لكن وجدت نفسي مندفع بقوة ان اتكلم غصبا عني. لو انا فضلت هنا لوحدي بعد ما الناس تمشي ويشيلوا الكهرباء ديت وافضل في ظلمة، انا استوحش ما اقدرش. وتخيل كده لو هوام عدت من جنبك، ولا حشرات ولا افات، مش هقولك سباع ولا عقارب ولا حيات، كيف تعيش؟ القبر جواه اصعب بكتير قوي من اللي براه، اللي بيخفيه اعظم بكتير قوي من اللي برا. لو اطلعنا على ما في القبر ما تدفنا، مش هتودي امك للقبر ولا زوجتك ولا بنتك ولا اخوك ولا قريبك ولا صاحبك، ولكن رحمة ربنا بنا. لكن لازم الغيب يبقى عندك قريب للشهادة، تستشعر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهتبقى في المكان ده لوحدك. تخيل لو ان في المكان ده في الظلمة دي في الضيق ده في الاختناق في الاهوال ومعاك راجل وقح قادر منتن الرائحة متسخ الثياب قبيح المنظر، يقول انا عملك ذنوبك ومعاصيك واخطائك، كلام ما فيش فيه هزار، ما فيش فيه مجال للضحك ولا السخريه، يعملوا نكت على الموت. ايه ده المقبره؟ سند حط الضوء على القبر وبيشرب سجاير. ايه القسوه دي؟ ايه الغباء ده؟ ايه عدم التوفيق ده؟ هتفوق امتى؟ امتى هتفوق؟ لا تغتر بكثرة الهلكة، ما تقص نفسك تقول انا احسن من غيري. اذا عايز تقص فعلا قص على الافاضل الاماجد اللي النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة. شوف انت ولا ابو بكر، انت ولا عمر، انت ولا عثمان، انت ولا علي، مش انت اللي بتقول بتوع المعاصي والذنوب تقول انا احسن من غيري؟ غيرك موجة ليه تقص نفسك على اهل السوء على اهل الشر؟ هتبقى لوحدك، ويمثل لك هذا الامر عمل بجوارك، والقبر يستقبلك، وتطلع من القبر كده على حسب عملك، وتخرج للقيامة والحساب والسؤال والصراط والميزان وتطاير الصحف، واما جنة ابدا واما مر ابدا. ايه الكلام؟ فين الناس بالكلام ده يا جماعة؟ طبعا بعد رمضان المعدل العبادة بيقل، كنا بننتهز الموسم، بس مش معناه ان انا اوقف. كنت شغال تراويح وتهجد يبقى ما فيش حتى وتر، كنت شغال قرآن مرات اصل لغاية ختمة في اليوم او كل يومين، ما يبقاش 10 شهور 11 شهر دون قرآن، ابقى في المعدل ابقى ماشي. كنت بجري ابقى بجري ببطء شوية ابقى ماشي، ما بقاش واقف، ما بقاش قاعد، ما بقاش برجع للخلف. طب وبعدين؟ قوي نفسك، قوي ايمانك. اولا بالدعاء، اسأل الله الثبات، اسأل الله القبول، اوعى توقف. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ويبقى عندك رغبة كده. كذلك الذكر، استعن بالله، لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله العظيم، لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. اشتغل ورد من القران، دي كلها معينات. المحافظه على الطاعه، انا كنت منقطع في الاعتكاف، ما ينفعش اضيع السنن القبليه والبعديه، ما عادش ينفع ان انا انام صلاه الفجر، ما عادش ينفع ان انا اخر الصلاه لاي سبب لاي امر. كذلك قراءه سير الصالحين، تقرا كده في تراجم هؤلاء الاعلام كيف استغلوا الفرصه في الدنيا للوصول الى الله برضا بحب باقبال. كذلك زياره المقابر يا جماعه، انت اخر مره زرت المقبره مش اتباع جنازه، رايح تزور المقبره عباده. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها تذكركم الآخرة، رايح للموعظة، رايح كده أدخل أمر على القبور وأعد أتأمل. لما جلكم
عضوا المرضى، روحوا المستشفى، ادخل قسم العنايه وهكذا، روحوا البطنه كده وشوف اللي بيغسل كلى، اللي الكبد، اللي السكر، اللي الضغط، اللي كذا، شوف رق قلبك، حرك جوارحك ومشاعرك، استشعر النعمه اللي ربنا انعم عليك بيها. وهذه عباده العبادات ونهايه العبادات انك تستشعر النعمه فتزداد استغفارا له. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسفيان بن عبد الله الثقفي: قل آمنت بالله ثم استقم. خمس كلمات، الجواب الجامع، الجواب الصافي، الجواب الشافي، الجواب الكافي. قل، عبادة اللسان، آمنت عبادة القلب، ثم استقم عبادة الجوارح. اشتغل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كن ربانيا ولا تكن رمضانيا، مش بالحتة يا جماعة، مش بالموسم، مش بالشدة كده، مش على كيف، مش على كده، دائما وابدا في عبادة وطاعة حتى تلقى الله، تنال الرضا، تنال السعادة، تسعد في الدنيا وفي الاخرة بلزوم طريق الاستقامة. وان لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. حياتك هتبقى جميلة بالاستقامة، واخرتك اختم بها: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قل آمنت بالله ثم استقم، وفي رواية المسلم فاستقم، قل آمنت بالله فاستقم. الله عز وجل قال لسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الأمر اللي تعملونه بسيط، احرص. وطبعا مش هتقدر تجيب المطلوب قوي، يقول لك على قد ما تقدر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سددوا وقاربوا. ان قدرتش تجيب الاستقامه كما ينبغي على قد ما تقدر. ما امرتكم منه بشيء فاتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. اتق الله حيثما كنت. طيب لو فيه، واتبع السيئه الحسنه تمحوها. ما تتكبرش، ما تعاندش، ما تكملش، ارجع وانيبوا الى ربكم واسلموا له. الله غفور رحيم. يعني لو لسه هتبدأ الوقت وفات كل خير من رحمة ربنا، انه يقبلك، يقبلك بدون ما يعنفك، بدون يقول لك ياه انت لسه جاي دلوقتي، يقول لك يعني سبت رمضان وجاي دلوقتي. اللحظة اللي هترجع له فيها تجد الله غفورا رحيما: يا ابن آدم، انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. اوعى تقطع باب الرجاء ابدا، اوعى تمنع وصال الخوف. جميل انك تخاف من ربنا، ومن خاف شيئا هرب منه ومن خاف الله هرب اليه. ما بين الخوف وما بين الرجاء والرأس مليئة بالحب، تصل بمنتهى الراحة إلى سعادة الدنيا والآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. سكينة، طمأنينة، لا خايف ولا حزين، ألا تخافوا ولا تحزنوا، مش كده وبس، وأبشروا. تخيل بيبشرك ربنا: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هو عايشين على رجاء ده؟ تقول له مصيبة يقول ربنا يعوضني في الجنة، يتمنى خير وما جاش يقول ربنا يعوضني في الجنة. أنا واثق بوعد الله: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اسمع اللي يدوب قلب المحبين: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صلوا وسلموا
على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن صحابته أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وجودك وامتنانك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اجعلنا من الفائزين برمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان على ما فيه، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، ونحن أهل تقصير وخطأ وسهو ونسيان. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما أنت أهله بما نحن أهله. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، ونحن أهل الخطأ والتقصير والنسهو والنسيان. اللهم اجعل جمعنا مرحوما، واجعل تفرقنا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروم. اللهم اجعلنا بعد رمضان أفضل مما كنا في رمضان. اللهم اجعلنا محب الطاعة نسعى إليها، اللهم اجعلنا محبوب الطاعة فتسعى إلينا. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك ونتقرب إليك أن تصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغربها. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سلما سلاما، وبلاد الحرمين وجميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الأمن بإيمان والسلام بإسلام. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغربها كلهم معينا ونصيرا وقويا وظهيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.